أنت قبل قليل كنت قد قلت وجهت كتابا إلى وزارة التجارة أن يعلمونا عن شركة تريبل آي البريطانية، إيش قد صار من وجهات الكتاب؟ والله مو أقل من أسبوع. يعني جريمة لحد الآن يعني تسجيل الشركات لحد الآن ما ردوا. جريمة من هذا النوع. وزارة التجارة أنا من كان الوليد وزير قلت له أنا وراكم إلى حين يأذنون، والآن هو علي أمر القاء قبض. شوف البيروقراطية بالدولة العراقية، رئيس لجنة برلمانية يحقق في جريمة من الجرائم الخطيرة، وزارة التجارة عن مجلس النواب مشي 5 دقائق باكو كتاب، لأنه الوزير السابق كان نايم ممدد أو راح تجي الفضائح لاحقا. معقولة مع سيادة النائب هكذا تدار الدولة بجريمة من هذا النوع؟ أسبوع ما يوصل كتاب من التجارة، ليش؟ ستقوم من خلال إن شاء الله من خلال يعني قنواتكم والسلطة الرابعة، ومن خلال من يمتلكون الضمير والوجدان شيخنا العزيز في شيخنا العزيز معالجة الفساد. شيخنا هذا صوتي بح سنة كاملة أنبح على وزير التجارة، والله ما حد قدر يسوي له شيء إلى أن طلع. سنة أسولف على فساد وزارة التجارة، إذن من طين وإذن من عجين، وهاي هي النتائج. عبالهم يعتقدون إحنا أعداهم.